يا مايا يا مايا يا مايا يا مايا. سكوت 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 سكوت. جات الملوك ملوك ملوك. مفيش هروب هروب هروب. هلا يا صاحبتي يا ولاد، انا ما نمتش من ساعة ما كنت مسافر، بقالي ليلتين. ليلة امبارح ما جاليش نوم. صباح الخير، ما نمتش من ساعة ما جيت من الدمام. دوب غفلت نص ساعة جابوا الأكل، ما نمتش من ساعتها، مش عارف أنام. هو محدش صاغر بتاعة المقاطعة. حلو، عشان نقاطع النهاردة تاني. بنجور ابني، هلا يا لطيفة. والله العظيم يا جدعان، انا ما نمت من ساعه ما كنت في الباص. جيب ريحت 5 دقايق او نص ساعه، طلبوا الاكل، قال له قدامي 10 دقايق ويخلص. جابوا الاكل صحوني وعليها، مش عارف انام. عليكم السلام ورحمه الله. انا هنا يا ولاد بس بشرب سجاير. عاملين ايه؟ انورها لكم شويه لو مظلمه اهو. حبه بيضه يخليها عتمة أحسن. عاملين إيه؟ صباح الخير. اللي عنده الساعة 4:15 واللي عنده 5:15، منورين. صباحه يا طيب. أهلا يا حبيبي، ما نمتش يا حبيب قلبي. شغلت قرآن الشيخ محمد صديق المنشاوي وعرفتش أنام. شغلت الشيخ خليل الحصري ما عرفتش أنام. قلت أرجع للشيخ الجليل محمود علي البنا، برضه ما عرفتش أنام. فتحت بس على التيك توك 2 دقيقة، رحت قافله. قلت اجي على اليوتيوب، برضو مش عارف انام. وصباحه حليب بقشطه. هلا يا صالح، صباح الخير. عندكم 5:15، انا عندي 5:17. احنا كويسين ومش كويسين. هلا يا سلمى. والله يا جماعه انا مش عارفني، وانا تهت مني. انا مش انا عبد الباسط عبد الصمد. ايوه، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمود عادل البنا، محمد صديق المنشاوي، والشيخ الشحات انور. كل دول حاطينهم في قائمة سبوتيفاي ومعرفتش انام. النوم مش مظبوط، وبعدين انا جاي من سفر، المفروض انام، تعبان، مش عارف انام من امبارح، مش عارف انام والله. ان شاء الله حبيب قلبي يا سعدون، ما عرفتش انام من ساعه ما كلمتك يا ويلو. قلت لي اروح اصلي الفجر، قلت لك ماشي، ما عرفتش انام، مش عارف اعمل ايه. يا رب. ايوه كده، ايوه التاوب كده، خلينا التاوب في البس عشان انا اتخمد، مش عارف التاوب حتى بره البس. يقول لك الخير على قدوم الوالدين. ادعي لي يما والنبي يما. بص انت فين يا ابو احمد؟ انا في الترعه بشوف اللي نزلوا امبارح، اطمن عليهم. اصل قالوا لي شربوا المايه والترعه ناشفه، قلت انزل واياهم. شايفاها غامقه ازاي؟ فكر في مصر واهلك، اكيد وحشوك. لا والله يا نورا مش كده، التفكير مشتت في كل حاجة، كل حاجة بفكر فيها. اقسم بالله ترجع امتى؟ خلي الرجوع ده لوحده يا جدعان، خلي الرجوع ده بظروفه، خليه بظروفه. انا هنا يا ولاد بس بشرب سجاير. على منورين بظروفه، والله خلي رجوع ده بظروفه، كل شيء بظروفه. مصر حلوة، ان شاء
شكرا يا سلمى. وليلة امبارح ما جاليش نوم. اللهم امين يا تغريد، ولا انت يا سعدون. لسه قافل مع مصطفى من شوية، كلمته في واحد ابن واحد صاحبي توفى، وابوه متوفي اساسا. صاحبي ده متوفي من سنتين، واخوه متوفي قبلها بسنة، ابنه توفى النهاردة، فوجع لي قلبي صراحة. فمش موضوعنا يعني، انا خلاص. بس بص، كل من عليا فات. انت لو دورت في الصندوق اللي عندك اللي ورا الباب هتلاقي صورة ولد صغير بجلابية عنده شهرين، هو ده اللي توفى. بس هو متوفى عنده بتاع 15 سنة ولا حاجة. الدنيا يا ابني في ثانية. موزة موزة الكلب هوريه، قافل النت بقاله يومين مش عارف اوصله. ده انا هوريه، ادويته انا، اكلمه النهاردة ان شاء الله. هيخرج من المدرسة يروح لسته، انا اوريك يا موزة. موزة حتة من قلبي والله. بصي الله يرحمه. انا كنت ناوي اعمل له عمرة وانا هنا والله، بس ما عرفتش من الزحمة. ابوه اللي توفى. يلا نسيب. شكرا يا تغريد. اه والله فينا يكفينا شر المستخبي. صدقوا مش عايز اطلع بوشي، اطلع بوشي هسكت، اقعد ابص لنفسي، لما خلوني كده في العتمة احلى الظلام. يابا ايوه كده، استوى بيد وين على الشاطئ، نام وسيب البث مفتوح. بس المهم انك تنام، لو البث فضل مفتوح يا ولاد واحد يحرسه. بس المهم ان انا نام. ايوه خليك انت، ايوه في القلوب والسبعات في التمانيات اللي انت حطها دي. الله يرحمه ويديك الصحة يا حاجة سورة. يا سوسو سوسو يا سوسو يا حتة سكرة. اه يا مايا توب. النبي تنام، النبي تنام وسيب البس. ورب الكعبة لو نمت والبس مفتوح ما هقفله. بس انام مش عارف انام. هل كثرة البثوث تخرب القناة؟ انا كنت يوماتي على الله افتح، بس يوماتي على الله. اهم شيء انك بخير. بخير؟ لا ما فيش كثرة البثوث تفتح. بس انا كنت اكتر واحد يعتبر في اليوتيوب بطلع بس قناة ابن احمد جد، روحوا بصوا عليها، سنتين كل يوم بس متواصل وما انقطعتش عنه يوم، ما اجزتش يوم. بس قفلها دلوقتي، مش بشتغل عليها قوي صراحة. كوكو حبيبي والله. اتاوب يا اتاوب يا دونام، اتاوب يا دونام. نمت عليك حيطة مش عارف انام. ما بنامش في التكييف، مشغل التكييف هو، بس مش عارف انام اعمل ايه. مرضيتش انام بره، قلت الشمس هتيجي. شغل لك ايات السكينة والله. بص انا كنت مشغل والله، مش عارف ليه نعسان، بس مش عارف انام. احط دماغي يمين دماغي شمال، انام على ظهري، انام على جنبي، مش عارف. أكلم صحابي مش عارف. إن شاء الله يا فاطمة. ويا حبيبي روح له الصبح الساعة 11. الجو عامل ايه عندك؟ حر ساعة، 2 في 1. أنا بنامش في التكييف، قاعد في التكييف عرقان، قاعد في التكييف أبرد. ماشي بالعكس وياي، ولا أنا اللي حمار ما بفهمش، مش عارف. بس يلا هي بيعدي كله ماشي، هنشوف منها حاجة.
وانا ان شاء الله يا حاج. ايوه كده، خليني انعس وانام، انعس وانام، اقسم بالله مش عارف انام. انت بتفكر في ايه؟ استرخى وهدي شويه ان شاء الله تنام. مش عارف انام، وانا لو كنت عارف انام كنت شفت شحنتي. استرخى، ريلاكس، مفيش نوم والله، والله يا جماعة ما في نوم. أنا بكلمكم وأنا في وضع استعداد للنوم، زي وضع الطيران كده، أطير أتوفى، مش عارف أتوفى خالص. قلت أخش أتوفى، ما توفيتش. والله أنا في وضع، بص أنا في وضع الاسترخاء، بصوا مش عارف برضو، بحش بعيد عنكم، بس اهو بنحاول ننام. اقرأ قرآن وانت تنام، قرينا اهو، مش عارف برضو، يمكن القلب اشتكى من قلة الهشتكة، يمكن بفكر في الشغل، يمكن، بس الوضع حلو. بفكر في ايه؟ عارفين انا بفكر بقالي ساعتين، اجيب ورقة واكتب كده لما اصلي على النبي 3 توبات، التوب فيهم 2، الواحد ب120 ريال، وتوب ب87، عندكم ترنج ب1200، بنطلون جبردين من تاون تيم ب1400، بنطلون جينز من واد زغلول صاحب اللي في فيصل ب800 جنيه، 3 شرابات من التوحيد والنور ب180 جنيه، الشراب ب60 جنيه، 3 بوكسرات وفانلات لا مؤاخذة كده ب165 جنيه، اللهم صل على النبي 7 قمصان، القميص فيهم ب1400 جنيه، وزيد النبي صلى، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، في طقم حرام عامل 130 جنيه، وفي نص الطقم الحرام ده عامل له بتاع 600 جنيه، عشان الطقم كان كله بعض ب1200 جنيه، واحد ركسونة ب40 جنيه ما استخدمتهاش. اللهم صل على النبي، حجر عكيك عامله 3000 جنيه. ايه تاني؟ ايه تاني يا ويلو كان في الشنطة؟ يا ويلو ايه يا ويلو كان في الشنطة؟ بنطلون ترنج عامله 120 جنيه، تيشرتين من فوق هنقول الواحد ب80 جنيه، بلوفر كان عامل 600 جنيه، قميص بولو كنت جايبه من واد زغلول عامل لي فيه ديسكاونت من دوني ب800 جنيه. كل دول اكتبهم واطلع على المطار اقول لهم الحاجه دي بتاعتي، انا عايز حقها، ولا عايز فلوس، ولا اطلب الشرطه، ولا اشتكي الشركه، ولا اشتكي المطار، ولا اعوض امري لله. شنطه مولعه قلبي والله، عايز شنطتي، هدومي كلها فيها، كل حاجه فيها. ماشي يا فاطمه، سلامتي، ما سلامتي مش هتعمل حاجه، ما انا سلامتي من سلامه الشنطه. ايوه يا الجهلاويه، كفايه اسمك اللي الجاهل، ارجع مستشفى المجانين. فودي انت بتكتبوا ايه؟ انت بتقولوا كل حاجه في ايديك، يطير النوم. انا حسبتهم كتير، حاجه بفلوس كتير، حتى اروح المطار يدوني اي حاجه، انا مش هسكت ولا اطلع المطار الصبح، مش عارف انسى، اساعدوني الشنطه والحاجه، الهدوم يابا. والله حتى الشنطة لوحدها ب1200 جنيه الفاضية. في ايه تاني في الشنطة يا ولاد؟ في ايه تاني حطيناه؟ هفتكر وعايز اكتب كل ده، كل ده اكتبه في ورقة واطلع بيه على المطار. خلص شركة المطار، أقول لك يا سلمى، أنت ما تعرفيش تكتبي، ما تطلعيش عينينا والنبي. اللهم آمين يا ابن اليمن، ادعي لي والنبي، اسأل الله العظيم أن يريح بالي وعقلي وفكري، ويردني إليه ردا جميلا يا أرحم الراحمين، على وفاء. والله والله يا جدعان، ابو احمد حصلت الشنطة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، فكرتني بالذي مضى لي وفاء. أنا بحاول أنساها، هي اللي مش عايزاني أنام عشان جيت هنا وعمال أبص للشنطة الكبيرة. وراح أفتح لكم الشنطة الكبيرة دلوقتي، ابني مش فرحان من غير عارف. والله أقوم أفتح الشنطة وأوريكم هدوم الحرمة، ملهمش أي لازمة. الله يرضى عنكم جميعا يا رب. حتى جبنتها اللي كانت في الشنطة في مرمية في التلاجة. اللهم آمين. مالكش نصيب فيها، وجع قلبي ووفاء والله، وجع قلبي. الشنطة، عايز الشنطة، عايز الهدوم. قلت الجبنة مرمية في التلاجة جوه، راح أوريها لكم. الله يصبر، أفتح لكم التلاجة. الثلاجة اللي في الأوضة التانية، مش قادر أخش الأوضة التانية. ما تندمش، خدت الشر وراحت. أنا مش ندمان، أنا محروق. والله يا اسو، أنا غير الشنطة اللي راحت، انا ضاع مني 100 دولار من وسط الفلوس، معرفش راحت ازاي، ضاعت معرفش، اختفت. انا بعد الفلوس ناقص منهم 100 دولار، معرفش بقى. انا بشتري كانوا 200 لازقين في بعض 100، دي من الفلوس يعني. وعمالين نركب اهو، ومصاريف، وعمال اصرف. الناس اللي كنت عندهم مقصروش معايا في كل حاجة والله، في حاجات صرفتها وحاجات ما صرفتهاش. أكلم نفسي، مش راجع. انتوا مش انتوا فارق معاكوا راجع امتى يا جدعان؟ مش فارق معاكوا ربنا يوفقك ولا لأ؟ هرجع امتى؟ على الطلاق لو هرجع بكرة، ما هرجع عشانكم. ده ايه ده؟ الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. والله بستغفر، بستغفر وبصلي وبدعي ربنا، مش مقصر وبدعي ربنا يثبتنا. ونقول يا رب، صحابي قعدوا يتريقوا عليا زي الطريقة اللي في المصري. ربنا يكرمك وتقابل ابو نواف. ما قابلناش حتى ابن نواف، حتى ما قابلناش نواف نفسه. بيع الهدوم بتاعت الست واشتري هدوم، ده فيهم سنتيام مقطع على مؤاخذة. هبيع ايه يامه؟ خليني ساكت، ده فيهم نقاب ريحته معفنة. هبيع مين يامه؟ بفكر افتح الشنطة ارميهم في شنطة الزبالة. اللي بيع الهدوم ابيع ايه؟ اروح فيهم 7.5 وحبيبي ورجالي؟ ابيع ايه يامه؟ من السماء مضرار حبيبي يا ابن اليمن. أبيع مين؟ الهدوم عايزة تتولع بيها نتدفى فيها لو الجو ساقع، ورب الكعب. ولا أنا راح أشتكي شركة الطيران، أطلع أطلب لهم الشرطة، مش يعني هنا بقى بلد الأمن، مش هيأثروا معايا. ولا حرام، بقالي 21 يوم الشنطة مرجعتليش وسايب رقمين. كلمت الشركة ولا حد عبرني، محدش قال لي حتى يعطيك العافية، حتى كلمة يعطيك العافية ما اتقالتليش. دايما يقولوها يعطيك العافية، ما عطونيش العافية، عطوني الصابونة. فداك يا بومبو. بومبو مين يا عم؟ بومبو بيستغيث، بومبو يصيح في الزاوية وأنت لا تدري. ولكن قصة حاضر يا ابو اليمن، من اليمن
حاضر يا ابو عماد يا حبيب قلبي، بالديك بتاعك ده اللي بيفكرني بقرنفل وعصام. الله يرحمك يا قرنفل، كان عليك صوت تصح اي فرخه من نومها. مين اللي مات؟ قلبي مات، قلبي مات يا انوار. يا الله يا ولي الصابرين، ارحمنا برحمتك يا رب. يا الله يا الله، تربت التو تربت التي حبيبي يا سعدو. اه يابا، يا ولاد يا ولاد، مش عارف اعمل ايه، انا مشتت فكر. رحنا ما عندك شغل، مين ده اللي عنده شغل يا ابني؟ انا رئيس جمهورية نفسي، سحر الليسي. صباح الفل يا حاجة سحر. يا ابني انا رئيس جمهورية نفسي، انا دوامي بيبتدي، لا وهيبتدي بس لسه ما ابتداش لسه. ربنا يسعدك يا ابن اليمن. باللب يا ولاد، شكرا يا حاجة سحر، ربنا يسعدك يا رب. يا عم قلت لك بنستغفر، وانا لازم اقعد استغفر اسمعك استغفاري. خلاص قلت المعلومة، نعمل بيها، خليها على الله. اللهم امين، الله عوضنك. انت بالذات تسكتي خالص، ما اسمعش صوتك. انا والله لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا رب توكلت عليك يا رب. انا لسه يا نور في السعودية، اطهر بقاع الارض. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، 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 اللهم حسبي الله ونعم الوكيل. آني آني آني، حسبي الله ونعم الوكيل. انت اكيد بن بن ايه؟ اكيد ايه؟ انت اللي بيكتب ورك؟ هو النور بيقطع كمان في السعودية؟ بتنام؟ لا مش بتنام، لا النور مش قاطع يا جدعان، النور صاحي، النور منور، بس انا مضلمها عليه، بس انا خليها لكم منورة.
اصبر جاري يا جاري يا حتة سكارة، قول أجداي عايشينه بمسطرة. رمضان كريم عليك والضحكة منورة. جاري يا جاري يا حتة سكارة. خلاص يا عم أبو اليمن، موزة قافل النت بقاله يومين، ده انا هنفخه، اقسم بالله هنفخه والله لنفخه. حبيبي يا ابو اليمن في الف خير، حر ساقعة وشغل التكييف وحرارة في التكييف اسقع. اساليها دور عليها، محدش يجيب لي سيرة المخاد يا جدعان. ام خالد دي طفشت مني الدنيا كلها، ايه ده عننا انت وام خالد. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي يا ابو عماد، الله يسعدك. حاضر يا حاج حليم. ساعة ما كنت في الباص ما نمتش يا ولاد، الاوقات بسيطة بسيطة بسيطة، مش عارف انام، انا عينيا منفخة مش عارف انام. طب اقفل واحدة وافتح واحدة، طب اعمل ايه؟ اقفل الاتنين؟ لو قفلت الاتنين هشوفكوا برضو، ما انا قفلت كده شايفكوا برضو. عاشق السهر ده حياتي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ونشوفك واحنا مغمضين عينينا. سلام، نغمض ونشوفكم. سلام يا سلام. حاج صافي، صباح الفل يا حاج صافي، اهلا وسهلا. هلا، نفتح عينينا بقى احسن، يقولوا الواد ده ساحر ولا حاجه. نشوفكم اهو واحنا مغمضين، نشوفكم بقلبنا مش بعينينا، عندي بس للرؤيه، لما الإحساس موجود، إحساس الداخلي، صح ولا لا يا جدعان؟ جاري يا جاري، أنت مؤدب زي صفا، ليه ما كنتش مؤدب زي موزة؟ صفا صغنونة لسه. شكرا يا عز، ربنا يسعدك. ما بدهاش بقى نعمل كده اهو، كده اهو، نيجي نجيب التكاية دي. فين التكاية ده؟ التكاية كريم عليك وعلينا كلنا. شكرا يا ام مهند وزياد وإياد وعماد، شكرا ليكو والله، الله يرحمه يا رب. شكرا يا نورة، نورة ده حتة من قلب موزة، ده موزة ده قلبي وشريانه وكل حتة فيا، دي بعيني وبروحي وبعمري كل حاجة في الدنيا والله. والله اللي كسرني موزة، اقسم بالله هو اللي كسرني، هو اللي مخليني بصه عايز ارجع اكله حضنه كده حضن. بقول لك يا سلمى انت ما تعرفيش تكتبي، ما توجعيش دماغي، ما اعرفش اقرا كلام. ركزي قبل ما تدوس على الكومنت. جاري يا جاري، لا إله إلا الله. أنت اتجوزت مسلم ولا مسيلم ولا قصدك سليم ولا أنت قصدك إيه بالظبط؟ كومنتك ده يحير. تربتتيه تربتتوه. صباح الخير يا ولاد.
يا ولاد منورين منورين. ام اللايف. ايه انا ما اعرفش انت قلت ايه. الله يسعدك يا مروان. باقي من الزمن 4 ايام. صباح الخير يا امل. صباح الفل. هلا وغلا والله منوريني. والله ما نمتش لسه. بنتك اتجوزت مسلم. خليها تتجوز حد واخد من عالم. تتجوز يعني مش تتجوز يهودي. هي صدفة مش مصالحة يا ياسمين. قال خليهم يولوا ماليش فيه. قال يا رمام. هلا صباح الخير. حتى لو عايز اروح انام وانام وانام ما نمتش. نورك يا موليت موليس. الله يسعدك يا أمل. الله يسعدك يا حاج. الله يبارك لك في عمرك وفي أولادك وفي عفيتك وفي صحباتك. يبارك في حياتك. اتصالحوا خلاص. دول متأخرين. أنا مريم. صباح الفل. بس الوحشة من غير خليها وحشة. خليها وحشة. اعمل لها ايه على راسي يا سلمى. طب انت عايزه تخطبيني وتقولي لي انا خطيبتك ومش عارف ايه. غيرت من بنتك يا لك الاوقات. هنا لا نفرق بين الديانة. مجرد بني ادمين بشر. مسلم ليه احترامه والمسيحي ليه احترامه. ربنا يسعدهم. انا عارف انهم متصالحين. لما صدفة ياسمين عملت لها مش عارف مفاجأة في المائدة وحركات وبركات. ايوه يا مريم اديهم اديهم ورود. ماكو فرق. الفرق في الشعر. على هدى. الله يكبر بخاطرك يا رب. اسمعي اخبار حلوة اليومين دول. ولو ما سمعتيش المرة الجاية. يا رب يا ولي الصابرين. ارحمنا برحمتك. عايز اقول لكم يا جدعان ان انا بعد ما قفلت اللايف في ناس كتير قوي نزلت الترعه. كان نفسي تشوفوها بس يلا مش مشكله. كومنتاتهم شبههم. شو هالكلاوات شو هالكلاوات شو هالكلاوات. هلا والله. الجديد لبس العيد. الجديد لبس العيد يا اولاد. والله الجديد لبس العيد يا اولاد. بس كده بس كده. الجديد عندنا تنجيد عباس وملك وسعاد كلهم بيلعبوا ببجي. حبايبنا والله.
أنا والله أنا والله بإذن الله المرة الجاية تنزل المدينة بإذن الله بإذن الله. مش لايق في الغربة، وأحمد في شغل في السعودية، الدنيا كده تلاقيني اللي يشتغلوا. تعالوا أنتوا بس. لا مرمر، صباح الفل يا مها، نرزقك. شكرا يا نور. هلا يا سلمى، ايوه يا حاجه مريم، اديهم في الشغل كده. لا في كندا وسويسرا وماليزيا، بس انت ابحثي اسعي. قال يا ريا صباح السكر صباح العسل، قال لي مرمر مرمر زماني. موزه هيتجنن عليا والله والله يا جدعان، الشغل كتير بقى. بسبوس ان شاء الله يا انوار. لا والله ماكو شغل. هلا وغلا فيكم، نورينا حبايبنا. عليكم السلام. هلا انا والله. لا دي ام خالد فيك دي يا اولاد، اول مره والله. ام خالد دي الفيك يا اولاد. عرفتوا ده، انا مدي لأم خالد مفتاح مش حبا فيها، عشان نميزها عن أم خالد عين، عشان محدش ينزلها الترعة. عرفت يا ولاد، مش متظبطة خالص نفسيتي، واكل كلب والله. أم خالد من مكة المكرمة، أهلا وسهلا يا أم خالد. تاني يا أم خالد فرع الكويت، على عيني وعلى راسي الله يسعدك يا بسبوسه. شكرا يا نورهان، ربنا يبارك لك يا رب. نفس حزن ابني، عادي بقى، الدنيا نصيب وتلاهي. اللهم صل على الحبيب يا رب. طب احنا طولنا عليكم ال 40 دقيقة دول، انا بفكر اقفل.
ايه رأيكم؟ واحاول انام، ايه رأيكم؟ من وحشك غير موزة؟ وحشني غير موزة الصراحة، ولا ابن عمها؟ صباح الخير يا سلمى. الصراحة ولا ابن عمها؟ بتضايق ومكلم موزة وكل حاجة. لازم تنام بعد الرحلة وتعب. هروح أنام، هقفل والله وأروح أنام. ابن عمها الفلوس اللي وحشتني والله. الدغري أنا راجل صريح. معلم هلا يا ستوري، هلا يا حبيب قلبي، مين انت؟ هلا ايه سيفن؟ مش يح واي ايه سيفن؟ لا انا اختصرتها يح وخلاص. حاجة فاطمة، الحاجة فاطمة يح يا عم. يبقى اعمل قوسين كده ما بينهم وخلي السيفن لوحديها. عرفت يا عم؟ براحتك عم بنختصر، مفيش مسافة. يح ستوري، مش عارف اشتراك يح ستوري بتلسع الناس فيه ولا ايه؟ هلا صح يا جدعان، مش ده يا حستوري ولا انا بقى بقول حاجه من عندي؟ انا قريت الاسم. واي اي سيفن، واي اي سيفن ايه يا عم؟ انت داخل على متعلمين بتوع مدارس سبعين تعليم مجاني. كويس ان احنا جبناك يا عم. ضحكت عليا، ضحكت عليا البلد. يلا خليهم يضحكوا، حد واخد منها حاجه؟ والله يا جدعان اسمه ايه؟ طيب انا غلط، انا ما اعرفش اقرا اسمه ايه. نمو تصح. حلو يا شروق، داخل امس عليك تقوم تضحك الناس عليا. يا عم اضحك، ما عادش اخد منها حاجه. يا جدعان اسمي ايه بأمانة؟ ردوا عليها يا جدعان. اسمه فعلا يح، ايه؟ مجبتش حاجة من عندي. يح اهو، صباح الخير اهو، كل بيقول يح. ارحب يا بنت مطير. هلا اهو، حط كوس روح غيره وتعالى. محمد رضا جاد. هلا يا ام خالد، عمالين نضحك. ليلى
اضحك اضحك محدش ياخد منها حاجة. لف وارجع تاني يا حبيبي، يقول لك ايوه واي اي 7 عيب يا جماعه، انت اللي جبت الكلام من نفسك. شوف ومنين بقى حضرتك يا عم يا سابقا وواي اي ستوري حاليا، حضرتك مين؟ يمكن يحيى. لا يحيى ايه، مش بقول لك انت مين مش منين. هلا بدوية، اكلت كبسة، انا اتحشيت كبسة، اكلت كل حاجة. هو قصدي يحط، لا عفوية والله يا مرمر، ما يقصدش المنوفية يا أخي. بقول لك أنت مين؟ منوفية يعني شبين الكمدي في القناطر، ما في المنوفية. تعرف إن أنا عملت مرة محامي ودخلت محكمة شبين عشان أشوف واحد صاحبي؟ أقسم بالله أيام الشقاوة بقى. حبيب قلبي يا يحيى، قصدي يا ستوري. الحمد لله يوسف على عيني وراسنا يا روسك. لسه صاحي يا قلبي. رمضان كريم عليك وعلينا كلنا. انا هقفله. اضحك اضحك ماتش شغل من حاجة، لكش تخرب ما تعمر. حلو يا حلو، الله يسعدك يا ليلى، الله ربنا يبارك لك في عمرك يا رب وفي حياتك. خليك باسم يوسف من المنصورة على عيننا وعراسنا. اسلموا اسلموا، موزة عايز يطلع مهندس ان شاء الله، ادخله هندسة. انا بفكر انقله من السنة الجاية دي مدرسة تانية. احنا مهندس في الدنيا. شكرا، ربنا يسعدك يا حاج هوايد عبد الرب النبي. هلا انا فاتجيه يا جدعان، ومناد وكل حاجه. ايش مسمينه موزه الصغنن؟ انت وين ولا انا في القطيف يا ولاد. اكون مهندس باذن الله. هلا والله، انا عندي متجر اسمه واي واي سيفين، عامل قناه لاعلانات البراند بتاع المتجر، لكن كل حسابات يوسف عادي. واي واي سيفين انت كاتبه يا حي يا عم. المنصورة على ياسو على عيننا وعراسنا، المهندس صرفت عليه دم قلبي وقاعد مش لاقي شغل. غير النظام يا موسى،
انا اخلي موزة يبقى مهندس بلي مسافات طويلة. ربنا يوفقه يا رب ويلاقي شغل. اصحابي كانوا مهندسين بيدرسوا في جامعة ام اس ايه بتاعت نوال الدجوي، فاشلين والله فاشلين، اهلهم كانوا عايشين بره بيبعتوا لهم وهم افشل من الفشل. السلام عليكم، فين الواد يحيى ده؟ الله يا قلوت، بقول لك ايه يا قلوت، رقتك وحشه، انت تلاقيك تبع اليحيى، فكلمه زياده تنزل الترعه تقلط فيها براحتك، مش ناقصه ايه ريحه على المسك. موزه موزه ده القلب والله كله. انا جيت الدمام ورحت القطيف ورحت توب الصبح. شكرا يا ايمي، ربنا يسعدك. في حد اسمه يحيى يا عم رضا برضه؟ والله انت تلاقيك صاحبه جاي تيحى علينا انت كمان. يا جماله يا جماله، بقول لك يا قلوت، حبة فوق وحبة تحت، 10 دقايق وتعالى. يلا يا قلوت، يا جماله يا جماله، معلمين وقفاله. نفسي ترجع على مفاجأة تفرح قلبك، نفسي قابل أبو نواف أو نواف. يا ابني هتطفش الناس، اسمك ريحته وحشه. انا برضو كان بيجي لي واحد في التيك توك اسمه ابو شخه، نهار اسود، احلى مسا على عيلة ايوه يا سعدون. والله انا لو منك استعر من العيله، انا اسمي نفسي خاريه ولا اسمي نفسي علو. هيجي يخبط عليك في الصباح. ماشي ده مش تتهزأ هنا ولا فاكر ابو شخ اخويا؟ فاكره بيجي لي كل يوم لايف في التيك توك ابو شخ، ما يتكيفش غير لما يقول لي اندهلي باسمي ابو شخ، وكان لقب عيلتي، يقول لي لقب عيلتي وافتخر. بقول لكم ايه اللايف ريحته يا جدعان، انا هقفل عشان ايه كده اف. اللايف كده هيبقى ريحته يا، احنا نقفل احسن يا اولاد. ايه رايكم يا اولاد؟ ايه رايكم يا اولاد؟ نقفل اللايف ريحته يا كيكي. رأي موزة كلوم في السيفون، شد السيفون. انا شكلي شد السيفون واقفل، ورانا ورينا وشك وشي اهو يا عمو. لا خليك، لا لا انا هقفل، لا هنقفل، حط بخور ما تمشيش، رشيتها معطر مش عارف انام من ريحته. بمبر زيد عايز كفوله. ايه قلوت انت جيب واحد تاني؟ قلوت ماشي، قلوت حصل اخوك على الترعه. يلا مش بقول لكم اللايف هاري بروحته خرج يا جدعان، مش مصدقين اللايف هاري بيع عنده 50 حساب معلق بيه الواد ده. انا عيلة القلوت دي جامده قوي جدا، عندهم حسابات يعني. بصوا انت مش كتير والله يا جدعان، عيلة القلوت دي جامدة. القلوت ماسك يح، هتلاقيهم الاتنين قاعدين جنب بعض اقسم بالله في بيت واحد، بيخروا على بعض. لا مؤاخذة يا يح، بس الصراحة حلوة، بس أنا عارف الجو ده.
نزلوا الطرنش مش الترعة. يلا يا ولاد عشان احنا كيكا هتخلوني اشخ على نفسي والله من كلامكم، انا مش قادر اروح الحمام. صباح الخير يا نجاة. يا ولاد سيو اروح انام. ايوه اللي سلخ القلوت اهو، شفتوا يا جدعان؟ مش بقول لكم عيلة الخراري دي كتير؟ اللي سلخ القلوت مش بقول لكم شغلانة سودة، عندهم اكونتات كتير ريحتها خرا. انا عارف، انا الاصطفة دي لما بتهب الصبح بتهب علينا بريحتها. الحمد لله انا جاه. صباح الفل، عجب العجاب والله، استغفر الله يا شروق. اعمل ايه، مش بايدي غصب عني، لسه داخله. معلش اللايف ريحته وحشه، كل يلبس كمامه، مهما ترش كلونيا معطر الريحه هتغطي. اللهم امين. والله يا ريح، ده رايف ريحته من التينة. يا مرمر انت اللي بتغلط، انا كلمتك. مين غلط غلط عليك ده؟ يح وقلوت وحاجة عجب. لا بتقول عجب، ما غلطتش عليك، امسحها في الخري، قصدي امسحها فيا يا يح. هتقوم المغرب؟ لا انا عندي مشوار الساعة 8، هيجي تاني. ان احنا انا قلت لكم وراناش حاجة، هيجي تاني ورايا مشوار 8. كمان ساعتين بالظبط عندي مشوار لازم اطلعه. ربنا يقويكم يا جدعان ويعينكم. خلاص يا عم القلوت انت مالك، شفت الأريافة دي؟ اقول لك على حاجة، روح شخ عليه. نعم امين، دير بالك. ما عرفت داخل يكلمك انت. اللهم امين، اللهم امين يا نوت الزهراني. يا جدعان انا عندنا ايه؟ عندنا كل خير. عندنا لا، ما عنديش ناموس. اللهم امين. هلا يا ريح، مالها الاستفهامات دي؟ الزرط، بصوا يا جدعان اهو، خرسنا من خارية طلع لنا قلوت، جالنا الزرطة. والله كنت لسه اقول لكم هيجي بزرطة. يلا يلا روح اضرب بعيد عننا يا ولا يا اخري. بقول لكم اللايف هيرب بريحة معفنة يا جدعان. يلا يلا نقفل.
بقالنا ساعة والساعة جريت زي البركة. يلا باي باي، أشوفكم على خير، سلام عليكم. باي بايات. واخدين الإجراءات الاحترازية، نزل عليهم ريحان عشان يغطي على الريحة. سلام عليكم.